كلي انا حوش لي انا بدك بس نط هلا ما راح حل هلا نمشي لهونيك لفوق فوق 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 هيك ورا هدولك الجبال مشان نخيم ها اجت قربت نط بعد بدنا نخيم عند هديك الشجره هلا ضاين نشوف هونيك السبوت تحتها كيف اذا منيح ولا لا هذا الجبل الصغير اللي عملناه من هذا النوع من الحشائش لسه عم نقطف منه نحطه تحت الخيمة بصير لأن الأرض شوي يابسة نقدر ننام نكون very comfortable ناصر شعلة وأيوب عم يشكل الدجاج وأنا هون معي الخضرة مشان أعمل سلطة شو هلا هيك شوف التكنيك الطيوق على النار والسلطة صارت جاهزة حطيتها على كيس لأنه هديك العلبة ما بتسع أبدا وهون الحامض شوف السانسيت برا هلا صار وقت التشيلن يعني نحط ال حط البريق شوي وين هون حطه بالضبط بالنص حطه على الطرف شو رايك هاي حطه هون هون منيح هيك ليك شو لقيت معي هون رصاصة فرد لقيت قدام الخيمة هونيك ما انه شيء غريب لانه هون صراحة منطقة يعني شبه مقطوعة او ما شبه مقطوعة مقطوعة 100% يعني هاي كبها بالنار مقطوعة 100% المنطقة هون وبيجوا الناس هون بيجربوا اسلحة يعني That's normal in Lebanon, I think. Right, my turn. هلا ناطرين بريش شوي تغلي. أيوة ري المسج اللي وصلتك. ري. Welcome to Syria. لا لا. تعرف شو صار لقط خط التليفون تبعك على الخطوط السورية لأنه إحنا هون قريبين على الحدود فعليا. هيك بصير. ما تستغرب. شو يا ميت. هلا عم نشرب شاي وبعدنا نفوت ننام. وهلا تشيلن وعم نشوي بطاطا هونيك مثل ما شايفين او ماي دايز
يلا see you tomorrow morning mates. See you tomorrow morning. Good morning. Morning, bro. Professional. Let's go. Look. كمان لقينا رصاصة تاني، فراغة رصاصة يعني. شوف اسمعوا صوته بس حتى تنزل عشي هيك صلب. هذا الصوت اللي بتسمعه بالألعاب. One more time. هاي نشلحها بالنار. Professional. Okay, Monsieur Burak. Okay. عملنا وش بوراك؟ تعرف تعمل وش بوراك؟ مثل بالمغرب هيك. علي ايدك لفوق بعدين احرقها. Yeah. Oh my god. لك قديش مبسوط ابو ايوب. Right mates, هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم. حبينا نشارككم بهالتخييم الصغيرة المتواضعة، هيك الطبيعة هون قديش بروفيشنال. رح نكفي لفيديوهات جاية، كمان ممكن تخييم، ممكن باركور، ممكن كثير بروجكت، فخليكم متابعين. That's it for today. See you in next videos.